بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم السبت الموافق 21/8/21 من متجر البساتين للقاهرة تم تحميل عدد 18 طن من لحوم الأضاحي الحمراء المصفاة، وذلك لتسليمها إلى السادة وكلاء المديريات بالمديريات الآتية: الإسكندرية 4 طن، الجيزة 4 طن، المنوفية 3 طن، بني سويف 3 طن، الفيوم 4 طن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم عبد الحميد غني. اليوم السبت 21/8 سنة 2021، محمل 4 طن الفيوم.